هناك دنتكار. هنا كدنتكار. نحن الفيدنا البدري على التاس العود. نحن الفيدنا البدري على التاس العود. كم جانتين والدنيا ليل صرفنا والفجر انبلج. كالضابة زياب تدهون كالضابة ليحان السروج كالضابة سيطان العلج كالضابة سيطان العلج. نبقى في لحظات القادمات مع أحد رموز الأستاذ عثمان إبراهيم سكرتير لجنة مناهضة سد كجبار. عاش نضال الشعب النوبي، عاش نضال الشعب النوبي. لا دال ولا كجبار فارق النوبة لين حرار. عاش نضال الشعب النوبي، القصاص للشهداء، القصاص للشهداء. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إيمانا واحتسابا وليس شعارا سياسيا لانتماءات ليس فيها من الدين شيء. أتاذى حضرات الضيوف، أتاذى حضرات الضيوف، جماهير من الأبية الصامدة نساء ورجالا شيبا وشبابا، نحييكم. اليوم يهل علينا الذكرى السابعة لشهداء كجبار الأربع الميامين. في مثل هذا اليوم ترسخت أيدي القتلة بدم شبابنا الذين أصيدوا وجرحوا، وما زال هؤلاء المجرمون يهيمون في أرض الوطن الدامي، يزرعون الموت والرعب بين مواطنينا في كل الوطن، ويحسدون الأرواح البريئة ويستعذبون بعذاب الناس. إنهم القتلة الفجرة، زمرة من المجرمين استولوا على السلطة في ليل بهيم ومارسوا كل أصناف العنف والدمار والقتل، لم يستثنوا بقعة من الوطن، لم يستثنوا بقعة في البلاد. إنها دولة الظلم والطغيان، دولة المؤتمر الوطني. الشعب يريد إضغاط النظام، ثورة ثورة حتى النصر، ثورة ثورة حتى النصر. إنها دولة الفساد والظلم والطغيان. أعلنوها دولة إسلامية زورا وبهتانا. إنها دولة الفساد التي عاشوا فيها باسم الدين والإسلام. دولة
حولت ساحات ومنصات الوطن ميادين للكذب والنفاق والضحك على الجماهير. هذه هي دولة الإسلام والشريعة التي يدعونها. استباحوا بلادنا وجعلوها مسرح الطغيان والبغي والظلم. دولة ترقص في الساحات والمنصات حتى ساحت ركبها وذاب عقلها وتعذر علاجها. عاش نضال الشعب النوبي. شهداء اجبار حرم هنجيب التار بالدم. ونحن نحيي الذكرى السابعة لشهدائنا الأبرار. نعلن أننا على الدرب سائرون ولن يهدأ لنا بال حتى يتم القصاص لشهدائنا. بقوا في الحكم أو ذهبوا، نحن من ورائهم طلبا للقصاص لقصاص شبابنا. ولا بد أن تمتد يد العدالة إلى كل القتلة والمجرمين، علما بأن جريمة القتل لا تسقط بالتقادم، سنكون وراءهم حتى قبورهم إن شاء الله. نؤكد أننا وكافة جماهير الشعب النوبي نرفض رفضا مطلقا قيام سد كجبر وأي سد بالمنطقة النوبية، وأن جماهيرنا على جاهزية تامة للدفاع المستميت عن أرضها وتراثها وتاريخها. ونعلن أننا لن نلدغ من جحر مرتين، وسيكون ردنا قويا وصارما. لقد تعاملنا مع قضايانا حتى اليوم بسماحة الإنسان النوبي الأصيل وسلوكه الحضاري المعروف في مواجهة جماعات تسلطت على بلادنا لا تعترف إلا بمصالحها. جماعات وافية إلى هذا الوطن استقرت أينما استقرت بهيمها، يتصرفون كما البهيم جهلا وأقلا. إن جماهيرنا الأبية الصامدة التي كسرت حائز الخوف في معركة سد كجبار، نقول إن كل الخيارات مفتوحة لوقف الهجوم المغولي على المنطقة النوبية. ولن نسمح لهذا النظام أن تضع طوبة واحدة في سد كجبار إلا مرورا على أجسادنا. لا زال هناك أجبار في أرض النوبة للحرار. أجبار منطقة حرة والعسكر يطلع برا. نقول هذا ونحذر وبشكل واضح وقاطع نقول أننا إذا أصر النظام على هذا المشروع الظالم فإننا لأول مرة سنضطر إلى أن نمد أيدينا إلى كل القوى الديمقراطية والثورية أحزابا وحركات مسلحة وغير مسلحة. فهدفنا واحد. لأننا نناضل ونقاوم الظلم الواقع علينا والدفاع عن أرضنا والبقاء عليها. وفي سبيل ذلك خياراتنا مفتوحة حتى يحق الحق ويزهق الباطل. لقد اعتلى هذا النظام ومخلبه في المنطقة إدارة السنود أن يخرج علينا بين فترة وأخرى بقرارات مضحكة وهزيلة، وهي امتداد لأكاذيبهم وادعائهم بأنهم سيقيمون سد كجبار. وآخر ادعاءاتهم ما صرح به شخص يدعى أنه
أو يدعي أنه وكيل نيابة، وطلبت من السلطات في محلية دلجو مكاتب أو أرض ليقيموا عليها مكتب نيابة السجود، مهامه كما يقول دفع التعويضات لمتضررين سلك الجبال، وبالطبع تنفيذ سلك الجبال فيما بعد. وحري بنا أن نوضح أن هذا المبعوث صرح بكلماته في دلجو وليس في منطقة سلك الجبال، ونحن نتحداه ونتحدى حكومته وإدارة سلوكه، أن يمتلك من الشجاعة ما يأتي أو يأتي به إلى هذه المنطقة، منطقة تشك. هنا الرجال صامدون ومستعدون ولقتل الدابر كل من يتطاول عليهم. شهداء كجبار حرم هنجيب التار بالجم، لا دال ولا كجبار فارض النوبة عن المحرار. ونحن في اللجنة الشعبية العليا لمناهضة سد كجبار نحذر أمثال هؤلاء الموظفين الذين تستغلهم إدارة السدود بين فينة وأخرى أن يتحملوا مسؤولية ما يحدث لهم، واللذيب بالإشارة يفهمه، فليتحملوا مسؤولية ما يحدث لهم واللذيب بالإشارة يفهمه. كلمتنا واضحة، أي موظف جايين هنا ويدعي إنه جاي لعمل ترتيبات قيام سلك جبار أحسن يحافظ على حياته كده بالواضح. ونؤكد أنه بمتابعتنا موضوع مكتب نيابة السدود المزمع تأكد لنا من وزارة العدل أن لا قرار إطلاقا صدر بإقامة مكتب نيابة السدود، وليس هناك مسمى نيابة السدود، وهذه في رأينا مشكلة يريد أن يفعلها إدارة السدود مع المنطقة، والحكومة بدورها تريد أن تصرف أنظارنا عن القضايا الأساسية، قضايانا في التعليم، في السيانيك، في الكهرباء. دعينا يعني نقعد على موضوع السد وننشغل بالسد عشان هم ينفذوا المخططات الإجرامية في المنطقة ككل، وبالتالي لا بد أن نكون واعين وعيا واضحا، لا بد أن نقف وتتحد كلمتنا ويكون رأيا واضحا. ومن الأكاذيب التي جاءتنا أو جاءت الأخبار بها فيريا وكذبة أخرى، مارس النظام باستغلال ما يسمى بهيئة أو منظمة حقوق الإنسان في السودان، وهذه المنظمة منظمة حكومية كل أعضائها من المؤتمر الوطني، منظمة حقوقية منسمينها منظمة حقوق الإنسان. ده مندوب متى حضر اجتماع حقوق الإنسان في أوروبا وخاطب الاجتماع، ماذا قال هذا المفهوم؟ والغريب أنه هذا الرجل يحمل دكتوراه في القانون، لا يحترم علمه ولا يحترم القانون الذي يعني أتعهد له الدولة أو السودان أو المواطن أن يتعلم حتى يأخذ الدكتوراه في القانون. ماذا يقول هذا المفهوم؟ يقول في مجلس حقوق الإنسان في أوروبا انعقد في باريس أن هذا قضية كجبار انتهت نهائيا، لأننا نحن دفعنا التعويضات لأصحابنا الحق من أسر الشهداء. شهداء كجبار حرم هنجيب التار بالدم، شهداء كجبار حرم هنجيب التار بالدم. وأعتقد أن اسمه دكتور عادل تنبو،
والله ما بس دا يمكن والتنقل بالنفس جام زمان الجمعة يعني بتفكير واخر قال من أصحاب الحق من أهل الشهداء استلموا تعويضاتهم وحقوقهم ويجي هذه الكذبة على لسان دكتور قانوني وكنا نعتقد أن رجل القانون هذا وحامل الدكتوراه يحترم علمه ودراسته القانونية ولكن هكذا أهل النظام كلهم كده هكذا أهل النظام على كل مستوياته يكذبون كما يتنفسون ونقول للدكتور علي تنمو أن مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة وكل منظمات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية والمحلية ملكناها وبالأدلة الثابتة وبالصوت والصورة انتهاكات النظام في حق مناهضي سك الجبار والذي هو جزء من حقوق مخصومة في كل الوطن وإنه كان مثار ضحك وسخرية في منظمة حقوق الإنسان لأنه كان يتقي عليهم وبالأخجل أكاذيبه وهي امتداد لأكاذيب هذا النظام وهذا ليس غريبا على هذا النظام وعوانه وتابعيه وهنا لا بد من وقفة أن نشكر إخواننا القانونيين في الخارج وفي مقدمتهم الأستاذ زميلنا السابق في اللجنة عبد الحكيم الذي تحرك مع لجان القانونية وأخونا مدحت عثمان فضل في أمريكا ومجموعة من القانونيين السودانيين والعالميين تحركوا في هذا المنحة والآن وخلال الأسبوع الماضي تم تسليم مذكرات وافية عن قضية كجبار بالصوت والصورة أيضا كل الحقائق اليوم أمام المحكمة الجنائية الدولية وأمام الأمم المتحدة وأمام حقوق الإنسان فأين تذهبوا؟ إن مثل هذه التصريحات الفجة من مثل هؤلاء وبعض المسؤولين المحليين في اجتماعات مقفولة فأنهم بصلة تنفيذ سلك الجبار نقول لهم أننا لا نرد عليكم ولا نرد عليهم لأنهم لا يستحقون الرد وليس في يدهم القرار ولا يملكون الجرأة لمواجهة جماهيرنا نحن أعلننا ربنا في مواجهة النظام بأكمله ونقول لهؤلاء المغفلين النافعين الذين يعملون لحساب النظام أننا سنكمل مشوارنا ولن نلتفت الجرذان التي تصرح في اجتماعات مغلقة في بيوتهم وفي مكاتبهم جماهير الأذية إن قضية الأساسية ليست في سد يقام أم لا ولكن هذه القضية أخذت أبعاد مختلفة في نظرنا تتعلق بالحريات والحقوق المستحقة لمواطن هذه المنطقة أن يمارس حق المواطنة بكل الحريات المستحقة دستورا وقانونا فنحن تحت نظام وضعنا في حالة من العبودية والاستعباد يمنع على المنطقة ومواطنيها حقوقهم الشرعية في حياة كريمة آمنة مما يستوجب علينا جميعا نحن النوبيين أن نتوحد وأن نلتف حول قضايانا ولتتوحد كلمتنا وليكن شعارنا قوتنا في وحدتنا نحن يا أخوانا حزبنا بعد حزب الأرض وحماية الأرض وحزب التراث والتاريخ النوري لازم تكون كلمتنا واحدة لازم نحن يعني نهتم بهذه القضية وحدة النوريين لحماية أرضهم يتوجب علينا نحن النوبيين أن نتوحد وأن نلتف حول قضايانا وتتوحد كلمتنا وليكن شعارنا قوتنا في وحدتنا
ونبشر مواطنينا أنه سيكون هناك حراكا واسعا لتوحيدك المدينة، لننتصر على الظلم والظالمين ولنتحمل مسؤوليتنا جميعا دون خلاف سياسي أو مذهبي، وليكن ديننا ديدننا الدفاع عن أرضنا والبقاء عليها وتنظيفها من أهل الفساد والنهب والسرقة، ونطالب هنا ونطالب حقنا في السلطة والثروة والدولة دولة الديمقراطية والحرية والمواطنة، وحتما سيكون النصر لنا. أما من بغوا وفسدوا وقتلوا دعهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا حتفهم وسيجدون حتفهم. وعاش نضال الشعب النوبي، عاش نضال الشعب النوبي، المجد والخلود لشهداء كجبار، المجد والخلود لشهداء كجبار، المجد والخلود لشهداء كجبار، المجد والخلود لشهداء كجبار. القصاص بالرصاص، القصاص بالرصاص، القصاص بالرصاص، القصاص بالرصاص، القصاص بالرصاص، القصاص بالرصاص. السلام عليكم.